أهلا بيكم من جديد، ولسه مكملين في مراجعة جزء من عقد توزيع. هسيب لكم الجزء الأول في صندوق الوصف. تعالوا نشوف مع بعض Abortive Business and Terminated Contracts. في البداية كده غير نكرة لا تجمع ولا تدخل عليها الألف واللام، تمام؟ و Terminated Contracts مش منتهية، لو هي expired كانت هتبقى العقود المنتهية، لكنها هنا العقود المنهية. يعني ايه الفرق بين الـ expiry والـ termination؟ ان الـ العقد مثلا محدد مدته بسنة، انتهت السنة فالعقد كده expired، انتهت المدة. لكن terminated بيبقى بيخضع للإنهاء، حد من الطرفين او الطرفين الاتنين مع بعض بينهوا العقد. لكن الفرق، الفكرة ان الاكسبيري بتبقى انتهاء المدة، اما التيرمينيشن بيكون ليه طريقة اخرى، تمام؟ كمان بالنسبة للابورتيف بيزنس، طبعا هي اعمال غير منتهية او غير مكتملة، لكن هي انا مش شايفة ان السياق هنا مش بيديني قوي ان هي عمليات تجارية، هو قاصد بيها الاعمال التي لم تكتمل، الاعمال غير المكتملة والعقود المنهية. No commission is due on offers or orders transmitted by agents and not accepted by manufacturer. لا توجب أي عمولة على العروض أو الطلبيات التي ينفذها الوكيل ولا يقبلها المنتج. طب تعالوا كده نفهم مع بعض هو هنا عايز يقول ايه في اللغة الانجليزية اصلا. No commission is due on offers or orders transmitted by agent. الاجنت بيبعت عروض او طلبيات للوكيل، سوري، للمصنع، لكن المصنع ما قبلهاش. يعني مفيش عمولة على العروض او الطلبيات التي يرسلها الوكيل الى المنتج ولم يقبلها المنتج. تعالوا كده نشوف هنقولها ازاي عشان بس نظبط الجملة شوية، لأنها مش دقيقة قوي. لو هنقول على is due، no commission is due، يعني is not due، هتبقى لا تستحق. لكن لو حبينا نترجم الجملة ببساطة شديدة أكتر، عفوا، ليس هناك أي عمولة مستحقة على العروض أو الطلبيات التي يرسلها أو يحولها، خلينا نقولها يحولها الوكيل ولا يقبلها المنتج. طب بطريقة أفضل، مين أصلا اللي بياخد عمولة؟ الوكيل. يبقى لا يستحق الوكيل أي عمولة على العروض أو الطلبيات التي يحولها إلى المنتج ولا يقبلها الأخير. If a contract made as a result of business transmitted by agent is terminated, agent shall not be entitled to a commission thereon, unless the termination is due to a cause for which manufacturer is responsible. هنا برضو نفس الفكرة، في حال إنهاء، والأفضل نقول عند إنهاء، يعني أصل طبعا في حال مش غلط بس نبسط أكتر، عند إنهاء، وطبعا نخلي بالنا من الهمزات، عند إنهاء العقد الذي حرر نتيجة لعملية تجارية نفذها الوكيل. هو عايز يقول نتيجة أعمال حولها الوكيل إلى أعمال، حولها الوكيل الوكيل، تمام. agent shall not، مفيش فعله، هو لا يحق، خلاص، فلا يحق للوكيل الحصول على عمولة إذا لم تنقضي، لا هي مش إذا لم تنقضي مدة العقد، هو أنا لو هقول تنقضي عموما كمان نخلي بالنا هتبقى ما علينا. لو هي مش تنقضي مدة العقد، لأن قلنا الفرق بين تنقضي اللي هي expire و to terminate أو to be terminated، إذا لم
هي الجملة دي كده مش مظبوطة، فهنرجع نبص عليها تاني نحاول نفهمها أكتر. If a contract made as a result of business transmitted by agent is terminated. إذا أنهي عقد أو أي عقد محرر نتيجة لأعمال أحالها الوكيل. Agent shall not be entitled to commission thereon. فلا يحق للوكيل الحصول على عمولة عن هذا العقد ما لم يكن الإنهاء بسبب يعود للمنتج. كده الجملة اتعدلت، نعملها بقى مع بعض ونقارن مع الترجمة الموجودة. إذا أنهي أو خضع للإنهاء، الاتنين صح طبعا. في إذا تم إنهاؤه دي بتسهل جدا، بس هي مش صيغة صحيحة في اللغة العربية، فبنحاول قدر المستطاع نتجنبها. إذا أنهي أي عقد محرر بسبب أعمال أحالها الوكيل فلا يستحق الوكيل عمولة على ذلك العقد، إلا بقى الاستثناء هنا ما لم يكن المنتج مسؤولا، هو المسؤول عن، هو المتسبب في الإنهاء. الجزء الأخير ده نقدر نترجمه بطريقة تانية، ما لم يكن الإنهاء لسبب يتعلق بالمنتج، ما لم يتسبب المنتج بالإنهاء وغير ذلك. Method of calculating commission. طريقة حساب العمولة. Commission shall be calculated on the basis of invoiced price after deduction of any discounts except for cash discount. تحسب العمولة على أساس قيمة الفاتورة بعد اقتطاع أي خصومات فيما عدا الخصومات النقدية. جميلة جدا، لكن طبعا قلنا اقتطاع مش اقتطاع، هي اقتطاع على طول، لأن من المصدر الخماسي أي خصومات فيما عدا الخصومات النقدية، ما فيهاش دي مشكلة. Any additional charges such as charges for parking, transport and insurance, duties and all other charges, dues and taxes levied by the customs or in the country into which the goods are imported shall be excluded if they are invoiced separately. تستبعد، طبعا هي رجع إجابة الفعل من تحت خالص، برافو مجتهدة جدا. تستبعد أي رسوم إضافية مثل، تعالوا نشوف مع بعض هنا هيقول لنا إيه. additional charges، تمام، رسوم إضافية زي charges for packing، رسوم التعبئة، transport، النقل، and insurance، والخدم والتأمين. طبعا هنا duties مش معناها خدمات، هو المقصود بيها هنا اللي هي الجعل، الماكس اللي هنترجمها عوايد. هو لو مش هي قايله رسوم هنا كنا هنترجمها رسوم وخلاص، لكن هنا طبعا هي مش معناها خدمات، وكل الرسوم الاخرى والديون مستحقة الدفع. مفيش ديون هنا. All other charges، كل الرسوم الاخرى، dues and taxes levied، يبقى دي مش دي اسمها والمستحقات بس كده اهو، وكل الرسوم الاخرى والمستحقات
والضرائب المفروضة من هيئة الجمارك أو من الدولة، into which the goods are imported. التي تجلب، مش حابة خالص، تستورد، تجلب البضائع إليها إذا صدرت بها فواتير منفصلة. إمتى تستبعد؟ أهي if they are invoiced separately، يبقى إذا صدرت بها فواتير منفصلة وخلاص، مش محتاجين كل ده. نكمل في الفيديو اللي جاي.